这一次我真的睡着了。خليتها كتبرد ومن بعد إن شاء الله دابا غادي نوريكم هذا المحاضر ديال الحرشة باش غادي نديرها كما كتشوفوا معايا محاضر الحرشة ديال الزيتون غير شويه حيت البنات ما كيعجبوهاش الزيتون هادشي علاش وصافي. انتما المشاهدين ديالي درت هنا كما قلت لكم الطون ديالي حيت له الزيت وصفيته مزيان ودرته هنايا وحكيت الكاشير كما كتشوفوا معايا تما درت واحد شويه الزيتون مقطع ها هو ربع عاد نزيد واحد شويه كما قلت لكم غير شويه اللي غندير لحقاش البنات ما كيبغيوش الزيتون مقطع وغادي ندير واحد الاضافه كما قلت لكم اللي عندك في الدار ديريه ما يعني ماشي ضروري خصك تخرجي باش تسخري تجيبي ولا شي حاجه اللي عندك في الدار ديريه انا غادي نزيد واحد جوج فرماجات الفرماج من سلت باش تجي لي الحشوه معلكه وزوينه غيعطي بنه زوينه اولا عندك فرماج الحمر اولا الموتزاريلا ممكن تضيفيها انا حاليا ما متواجدش ليا درت البيتزا البارح البنات وسالات انا كيعجبني هذاك سميتو طوب شيف زوين هذاك صراحه جربته داك الموتزاريلا غزاله كنوعو شويه هكا وهكا ها نتوما صافي هادشي اللي كاين غادي نزيد كما قلت لكم الفرماج ديالي وان شاء الله بقاو معايا باش غادي نعمر هاد الحريشه هادي المهم غادي نحاول ندير شويه صغار وشي وحده كبيره فهمتي باش نزرب شي شويه لحقاش مشى عليا الحال بنتي الصغيره غادي تجي خصها تلقى الكوتي واجد هانتوما المشاهدين ديالي المشاهدات كي جات الحريشه ديالنا هانتوما كتجي هائله شوفوا معايا انا نفتح معكم وحده شوفوا كتجي داك الحشوه معلكه زوينه كما قلت لكم فيها الفرماج يا مع بريري الداتاي راه ساهله دغيا كتوجد كتجي رائعه بصحتكم وراحتكم وسمحوا لي الا كنت كنغبر عليكم راه غير الظروف وصافي الله يدير لي فيها الخير وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا مع السلامه.